تختلف البداية بس النهاية وحدة. أي شيء تحبه بالكون بالتالي راح تفقده، يعني نهاية هفراق مهما تطول المدة. ترى الدنيا مواقف فينا محفورة، واكو بعض البشر يضحك فقط صورة. سبب الفراق كم مراية مكسورة، من البين منايب روحها مقهورة. هي الحياة زمن العشاق، يتعب اللي يشتاق حبه مو يمه. هي الحياة بها حب ما دام، بها يبنى احلام وانهدم حلمه. سويت بيا بحياتي ما راح انساه. وهاي انا اليوم واقفه قدامك خسرانه ومهزومه. القدر من القلوب ما يقدر يطلعنا، حتى اذا رحنا بعيد والدنيا ما جمعتنا. ما ينتهي هذا الحب بعيوننا وداخلنا. يروح بعيد عنا ونبقى ننتظره، ولا ننسى ذاك الحب بعد فترة. وإذا نخسر الواقع حبنا ما نخسره، مشاعر بالنهاية تكون منتصرة. هي الحياة وانهدم حلمه. بزيد، هاي اسماء اوائل مهمه. اقول لك صدق، خابر الأستاذ نجم يسلم عليك. أقول أريد محمد يجي ويشرفني، بس إذا ما أجى أزعل عليه. ما عندي أي مشكلة، سلم لي على الأستاذ نجم، قل له محمد يقول لك أهم شيء عندي الترتيب. مو قاعد أقول لك الترتيب يمي، أنت لا تتدخل، اطلع منه. خلص. هلا سباني سباني اللابس الماوي والزراقات. كافي 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 الواقع، حط حصب جيبك، احكي ايش عندك. العب استاذ، انا اسف بس انا شويه اليوم اريد اغير مود لان ضايج. اكو شغلتين. ايه اثنين خبرني. الاولى سرحان اخذ البضاعه كلها بالسوق وراح يبيعها اقل من سعرنا. إيه خلاص لا تطلب بضاعه هوايه. ما نقدر استاذ، ما نقدر، ديدس جماعه يشترون من عندنا، شو نسوي؟ ما نقدر. هسه عوفك من سالفه سرحان. إيه؟ هذا شغلته سهله. احكي لي الشغله الثانيه شنو؟ الشغله الثانيه هذا الملقلق رجل الدكتوره مو رجع الصالح ويا اهلها. استاذ رجل الدكتورة شنو؟ هذا الدكتورة غير قرايبك كان هتاها مظلل. لك ايش وقت اجا؟ يوم جابها غيات. هي ابوم على هالخبر هذا. يلا اطلع 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 روح. صار ممكن طلب ما تعطيني هاي سترتك. لك اطلع دا اقول لك. امشي شافيني شرك. هسا وقتها ما تقول لي ايش رجعك. خطينا من الاثنين. أمه كلش جاي تتعب. يلا مو بقى شيء إن شاء الله. تخلص عملية أسماء وأمي ترتاح، كنا نرتاح. أستاذ نجم شلونه؟ أستاذ نجم ماذا أشوفه بشغلي؟ شنو ليش ما أشوفه؟ أبى قابله وفتح دكان، غير عنده شركات وأملاك. ترى أستاذ نجم مو قليل. أستاذ نجم خوش آدمي. تدري يا أبي
السكرتير ما تحجز لنا على الخاص لعملية أسماء وأبو النور دفع الحساب. الله يوفقه ويكثر من أمثاله ويزيد الخير إليه ويكثر من حسناته. آمين يا رب. أنا بديت أقلق على الأولاد. قصدش من بعدي. أنا خايف عليش أنتي. شو راح تسوين بدوني؟ بسم الله عليك شوكت. ليش هيك تحكي؟ هذا ابنك طلع كلش أناني ويحب نفسه هواية. إيه بس يعني هي ترى ملاكها غلطانة يعني ما يصير تمد ايديها عليه يعني مهما يكون هو اخوها. ها بديت تدافعين عن غياث، نسيت ايش قالها؟ لا انا ما دافع عنه، هو صح لئيم ولسانه طويل بس ما يصير الضربه يعني. بس قل لي ايش راح تسوي وياهم؟ هم صحيح، انا راح اقعدهم واحكي لهم عن وصيتي. هم قال وصيتي؟ يا حبيبي لا تقول هيك في دول. اجمعهم وقلهم هذا امر ولازم تنفذوه، وهم كلهم يحبوك واكيد راح يسمعون امرك. يعني لا تحكي هيك. هذا صدق مسجل مطعم باسمي. شنو؟ قلت لك هذا مو راح، وديري بالك من عنده. حبيبي لا تخاف عليه، تدري بيه قد حالي، بعدين انت تعرف اني قلبي يمي. اسلم. يلا قومي ضجت انا، خلوا نروح قومي. مو قاعدين يعني ما مشتاق لي انت. بس يعني لا تلزميني من ايدي توجعني. طبعا مشتاق لك انت حبيبتي وروحي وامري كله راعي. اقول لك صدق ابو قلبي وروحي، ايش صار على هاي البنيه؟ يا بنيه؟ البنيه اللي مليت لها الاستماره. هيل. شنو نسرين ما قالت ليش؟ لا ما قالت لي ايش صار. يا معوده غير طلعت البنيه مو راحه وعندها سوالف ثانيه، بس انا شنو؟ وقفتها عند حدها. ليش ايش صار احكي لي. اقول لك اشواق قومي خلينا نبدل ونطلع. ما بيها حيل تعبانه. وش بيك ما بيك حيل؟ ذاك اليوم من قلت لك خل اجي وياك ما قبلتي، قلتي لي شنو انتي لزقه؟ ليش هالمره اصرتي الا اطلع وياك؟ لحد هسه متذكرتها. ايش كنت حقودتي؟ سمعت مرام راجع البيت اهل مرته الدكتوره. والله راجع ما راجع اني ما علي. ايه هم صدق. تقومي خلنا نطلع والله ضايجه. دريتي حامد دخل علي بالفيس ودز لي رساله؟ ايه. ايه وشنو؟ ما جاوبته اكيد. وشلون عرف الحساب مالتك؟ شو ما عرفني منو قايل له. زين خلنا نطلع ونسولف بالموضوع هذا، شنو رايك؟ ما بي حل تعبانه، انت روحي طلعي ومره ثانيه انا اجي وياك. مداك مدا هيك صداقه. وحيد بشر شنو الاخبار؟ ما
والله يا سمير بعدها بصالة العمليات. الله كريم، إن شاء الله تقوم بالسلامة. والدكتورة وصتني، قالت أي شيء يحتاج وحيد أنا أدفع المبلغ. شكر لي من عدا كل شيء هواية، ما قصرت أبد. يا معول بالعكس، أنت تأمر وتتدلل، بس أعذرها رادت تجي وصار عندها ظروف، ووصتني قالت يحتاج شيء. أريدك أنت ويا سالمين دائما. بالعكس، أنت أخونا وخاصة من عدي، أبد لا تخجل. أريدك سالم. حبيبتي سيلا، احنا بالبداية نسوي حفلة عقد قران، وبعدها بشهر نكمل بيتنا ونتزوج. لا، أنا قلت بس خطوبة. إيه ليش أعرف بس خطوبة؟ ليش؟ لأنه أريدك تتخبل بحبي ونسوي قصة حب مثل ملاك ومرام. مرام هذا واحد فقير ومهتلف، يسوي هاي الحركات مال العشق الممنوع. أنا رجال تاجر بن تاجر، أخبل نفسي بهالحركات على شنو؟ أنا أريدك تتخبل بحبي. ليش شنو؟ مو حلوة لو ما استاهل؟ لا عيني، انتي حلوة وتستاهلين ماي العين. بعدين منو قالك أنا مو مخبل بحبك؟ أنا مخبل بحبك بس بنزاكة. وينك مخبل بنزاكة؟ يعني شنو مخبل بحبك بس بنزاكة؟ أنا أريدك تتخبل بحبي يعني تتخبل علي. ألو؟ هلا سمير. شري سمير. لا إله إلا الله. خير خير شكرا. طنيا 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 حبيبتي. ألو هلا سمير، شلونك؟ إلى رحمة الله قادمة الأحزان إن شاء الله. بس يا أخي على الأقل خابرني إلي، ليش تخابر ملاك دايركت؟ يلا البقية بحياتك. هلا سويتي ويا بنتك؟ أقصد راح يبقون ويانا لو يأجرون بيت بالمنطقة قريب علينا. هي قالت أني راح أحكي ويا مرام. بس بصراحة أقول لك شوكت، يعني ملك ما راح تقدر تعوفك بعد. ومرام يستحي يقول لها ما أقدر أعيش ويا أهلك. إي بس ما يصير هذا، يعني غياث راح يعوف البيت ويطلع، وملاك هم تطلع. لا ده احنا من يبقى ويانا؟ ها بابا حبيبي. ها بابا. انا مو كائن وعايش وياكم بهذا البيت. باباتي انت الخير والبركه، بس احنا نريدكم كلكم يمنا. تمام، وانا حقنع لكم مرام. وشلون راح تقنعين يمه؟ اصلا هم هسه بالباب ده ينتظروني. ها حتى تعرفون جمانه مو شويه. تمام تمام، يلا باي باي باي. تدرين حنان ايش قد افرح من اشوفهم هيك اخوه مصافين قلب على قلب، وواحد يشيل هم الاخ. الله يخليك لنا ولا يحرمنا منك. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يا الله البقية بحياتك عمو، إن شاء الله خاتمة الأحزان يا رب. حياتك الباقية، الله يرحم والديك. الله يصبرك إن شاء الله عمو. أشكرك. بقاء لله عمو، العد وين وحيد؟ أشكرك. وحيد أمه تمرضت تعبت ووداها للمستشفى. الله يشفيها يا رب. العد لازم نمر له خطية وراها ليظل وحده. أي أكيد حبيبتك، إن شاء الله تقوم بالسلام يا رب. أشكرك الله يخليك. أقول لك محمد، ها خابر أستاذ نجم وأكد على حفلة. خابرت الفرقة؟ أقوى فرقة راح أجيب لك بالعراق. زيد فهمت أستاذ نجم الترتيب مادي شنو؟ تعبر على زيد، كل شيء فهمته. قال تأمرون أمر واللي تريدوه إجرالكم. هي اللي قال الخطوبة عائلتين قاعدين بس، وضمن الحفلة مع زفاف قال همينا الحمودي. أنا اللي يهمني الأجواء تكون حلوة ومختلفة، باقي التفاصيل ما نختلف عليها، وأهم شيء مهندس الصوت لا تنسى. مهندس صوت واحد؟ أجيب لك اثنين لا توقع براسي. أنا كلش أشكركم أستاذ ورام على هاي جهدكم. لا على باختك، شنو هالحكي هذا يا معود؟ اللهم يرحم أختك وإن شاء الله شفاء العاجل للوالدة. وحيد الله عليك ما محتاج شيء. حياتكم سالمين
الله يحفظ لك، هذا الانسان الطيب. الله يسلمك ان شاء الله. الله يسلمك. يلا جمان احنا راح نروح وننتظرك بالسياره، بس لا تاخرين. تمام جايه وراك. انتظرك. الله يرحمها الأسماء، إن شاء الله يا ربي الشفاء العاجل للوالدة. أنا حال متأذية عليك، ولو بيدي ما أعوفك ولا لحظة. أصيلة وبتوصل جوانا، وهاي جيتش كلش تهني لي هواي. أنا أحبك وحيد، وأنا ما أحبك، أنت روح حياتي. مستحيل راح نفترق لو الدنيا كلها تصير ضدنا، مستحيل راح اتخلى عنك. الله يخليك لي ويديمك. روحي ورا الدكتورة استاذ مرام، لا تاخرين عليهم. لا حباب خليني بقى شوية. تعال ما نجي تتاخرين. تمام اروح، بس بشرط اخلي قلبي يمك. إن شاء الله. يلا روحي. انتبه على نفسك. وانتي. تمام. باي باي. ها شنو عمل؟ ليش باقي لي هسه لحد الان؟ ابو نور اريدك توصلني للبيت. ليش سيارتك وين؟ عفتها بالبيت واجيت بتاكسي. طيب شنو؟ عطلانه السياره؟ لا ما عطلانه، انا تعمدت تبقى بالبيت، اريد احكيك بموضوع وانت ما تقبل نحكي هنا بالشغل. خلاص خلاص يلا امشي وصيك ونسولف بالموضوع. يلا تفضلي. ان شاء الله يعيشون ويانا ونعيش كلنا عائله واحده. يعني اذا اجى مرام هنا وسكن ويانا راح يشتغل؟ يوقف ويا ملاك بالشركة. شنو يعوف زوجته وحدها؟ يعني احنا جبنا عون طلعنا فرعون. ماشي بسيطة مرام، تصير خير. هذا حامد ذبحني كل شوية متصل. منين جبتش رسالة؟ من حامد. حامد؟ شو معرفة برقمك؟ لك حامد مالتي. يعني مرام. حبيبتي مرام مو قدامك بهذا الأحوالي؟ شلون تريدين أرجع أحكيها؟ لعد منو هذا؟ واحد جديد. أقول لك صدق، انتي ليش ما تجاوبين حامد؟ يجوز يريد فتشي. يا معودة هذا ما عنده سالفة بيها خير. ألو هلا حبيبي. فدوى هاني هم أحبك حبيبي، بليز لا تتأخر علي بشرفك. ماشي يلا باي. دكتورة أشوفك مشغولة شوية بموضوع مرام، أقول نأجل الحديث بالشغل، شنو رأيك؟ لا عادي نقدر نحكي اليوم بالشغل. لا 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 لا، اليوم نسولف على موضوع خطوبة سيلة وغياث. شلون جبت لهم مطرين؟ الله 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 الله، جبت لهم محمد السالم إن شاء الله. حلو حلو، يلا الله يهنيهم يا ربي. الله يخليك. خرج دكتورة أشوفك قلقتي، أكو شي بالمسج؟ لا لا ماكو شي ماكو شي، لا يظل بالك.
اكو مشكلة اقدر اساعدك بيها او اي شيء اسويه؟ لا والله اللي يظل بالك، بس انا لازم اترخص. وين بعد وقت؟ لا والله عندي كم شغلة لازم اقضيها. على راحتك. ورخصتك ابو نور. مع السلامة. شوف ان شاء الله. لو انس. اهلا نور، شلونك؟ الحمد لله. وانت؟ والله الحمد لله. البارحه سهرت الليل كله وراجعت امتحان كلش، اليوم اطلع درجه قويه. البارحه كان الامتحان جدا صعب وبيه افرع هوايه. هو انا اريد اعوض مال الامتحان مال البارحه، البارحه ما جاوبت. الامتحان المقبل هوايه صعب، يحتاج له همه. اكيد، وغايه الحق احنا وشطارتنا بعد. ان شاء الله ربك يسهل. خلينا نروح اللي حق المحاضره. يلا. الامتحان اللي جاي اصعب هواي من هي وضعها صعب جدا. خطية وحي صدق ما عنده حظ هذا الولد، وهي اساسا مريضه وفوقها متعلقه هواي بالمرحومه بنتها. زين، مو المفروض نروح ونشوفها؟ اي فعلا، بس لازم تقولين للدكتوره ملاك. تمام، راح اخابرها واقولها، واذا وافقت نروح انا وياك سوية. شو تقول؟ أصلاً إذا عرفت هي راح تجي وياك. تمام إن شاء الله. ألو؟ هلا ملاك. ملاك، خطية هاي موحيد كلش تعبانة. إيش بيش ملاك شكو؟ شنو الموضوع؟ شكو احكي لي. تمام تمام، خلص حبيبتي، تمام جاية. وماكو شيء؟ ما اعرف، بس ملاك كلش تعبانه ولازم اروح، انا من رخصتك. يا ستار. جمالة رجاء بس طمنيني على الدكتوره. ان شاء الله، يلا باي. بالسلامه. بس فهميني شبيك؟ امي ماكو شيء، قدت لحين، قلت لك بس ضايجه لانه مرام راح، كل شيء ماكو. ها هي؟ بس شو بس تلح بس تنق. اوكي يما اخري يما شوف الخوف فدوى روح لك. اكو شيء؟ على كيفك ماما، على كيفك. ماكو شيء، ضايج لان مرام راح. انت سكتي، مالك دخل. حبيبتي ملوكه، انا وابوك كلش قلقين عليك، خاف صاير شيء انت ومرام. زعلتوا؟ لا ماما، على شنو نزعل؟ والله ماكو شيء حبيبتي، لا يضل بالك، بس شويه ضجت لان راحوا يعني بالي يمه. لا تخافين يمه، هي كم يوم يعني هو يقضي شغلاته ويرجع لك. اي حبيبتي الحمد لله والشكر. اي تباوع عليه، شفتيها؟ ضار ضار يمه، اي ضار. لا عاد خل اروح انا اطمن ابوك يمه. زين حبيبتي، اي لاف يو، جود نايت. رام قالت جود نايت وما ادري منو وما ادري شنو. ونايتك ماما حبيبتي، ونايتك. امك اسهل وحده بالدنيا تستفزيها، ايش ترجم؟ راويني شكو بالتليفون، خلينا نصبغيم شويه. زين ضحكتي. شو انت ما مبدله؟ ما تجين وياي نروح نجيب العنتين من بيتهم؟ ايش عندي رايحه؟ روح انت وحدك، بعدين خلتي هنا اوقف اسوي غدا، سيرجيك الافندي جوعان. تمام يا راح اروح انا. مو هسه تكمل، خلينا نتريق وعلى راحتك اقعد. انا اروح اقعد. هاي هم ملاك دقت، جيب شاي خشب شو تريد. الو، ها حبي، الحمد لله زينه. لا ياسر بعده هنا، أنا هسه راح يطلع يروح يجيب مرام من البيت ويجي. شكو ملاك؟ نسرين، اول ما يطلع ياسر تخابريني، فهمتي؟ شبيك بس خابريني وبعدين انا فهمك. روحي لغرفتي. ماشي حياتي، مو وياك، ويا اختي. نسرين لا تخبصيني، ما طلع رجلك؟ ايش كثير يا الله. ماشي ناطرتك، باي. الو، ها نسرين طلع ياسر؟ اي طلع. خير؟ ماكو شيء، خوفتيني. نسرين مرام شلونه؟ يا البنيه تخبلت.
نسرين بغيابي مرام مسوي شيء وياها البنية قمر. منو قلك؟ يعني صاير شيء. أقصد يعني منو قلك هذا الحكي؟ نسرين مرام هو اللي قالي، وانت تعرفين نظام عليه، هي هاي الصداقة؟ لا تاخذيني بالحكي، ترى هو موقف يعني تافه راح وصار، ليش بعد احكي لك بيه؟ انت المشكلة اجتني رسالة على الماسنجر تقول لي زوجك ديخونك. اكيد يا هاي البنية الخبيثة تتوقع بينك وبين مرام، لأن مرام رزلها. تيجي تقولين؟ طبعا هاي كلش حقيرة. اي ما يسويها مرام مو؟ اكيد لا، مرام انسان محترم، بعدين ليل ونهار هو يمنا، شفتي لحق يخونك. حبيبتي ماشي اوكي ماشي، شكرا حبيبتي، ما اعرف ايش كان سويت بلياك. واني هم احبك واموت عليك، روحي هسه خلي لحق اسوي الغدا لزوجك، لح يجيني ميت جوع. ماشي حياتي، شكرا كلش، والله ما اعرف ايش كان سويت بلياك، حبيبتي وصديقتي ومأمن اسراري وكل شيء. يلا باي. باي حبيبتي باي. يا اخي انت دائما تخجلني باخلاقك الحلوه زين، وما اعرف ايش اقول لك، وهاي سويت لك قهوه طاح لها وارتاح لان تعبتك. دبلي لك وانا شايف منك غير القهوه والتعب. هي تحملني غير صديقك. يلا قوم بدل حتى تزقنا بيمنا، ولو شنو الجديد انت يوميا مزقني بيمنا. ها مو بصراحه انا شويه تعبان واريد اخابر ملاك واقولها اريد انام، حتى التلفون راح اطفيه. حتى قهوتك بارده، قل لي ولي بس بنزاكه بين. ستريدني اطردك بدون نزاكه؟ يلا يلا توكل، يلا قوم قوم. سهل الجوع لما الجوع انا اعلمك بالغلط. يلا الباب منا. محتاج شي غير الفلوس؟ لا سلامتك، يلا يلا امشي. ايش بيك بس تطردني؟ ايش بيك؟ امشي يا معود، اريد انام انا نعسان. يلا في مال الله، شكرا. حبيبتي وحياتي وعمري وروحي كله. لا لا انا مو كلش زين. لا 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 يضل بالك، بس شنو انا يعني خابرتش، قلت حتى خاف يعني تخابريني وتلقين جهاز مغلق، يعني انا لفيت راس ونمت وغلقت الجهاز. ماشي حبيبي يلا باي باي. انت صدقت بسالفه تعبان وما يقدر يجي؟ يعني راح تقولي اللي طلع وراح الهمو؟ اكيد طبعا هذا ادمن الخيانه، وخليها ببالك اكو واحد متصل على دكتوره ملاك قالها زوجك يخونك. واحد نسرين ما كحد غيرك يعرف. يعني انت شو تتوقع انا اروح اقولها زوجك يخونك؟ والله عم انت تسويها. بالعكس انا اصلا هدأتها، انا شاكه بهاي البنيه الخبيثه هي اللي توصلها الرساله وتخرب بيتي. تفضل هذا المبلغ دزه عم ابو نور ويسلم عليك هواي هواي. الله يسلمك ويسلمه. صدق بعد كم يوم خطوبه سلسله بتعمي، محتاجك هناك بالبيت. انت تشوف وضعي شنو، بس مع ذلك راح احاول.
ترى عمي ابو نور وايد يحبك وهو طالبك بالاسم. انا محبه الله يسلمه. تمام، تحتاج شيء بعد؟ اريدك سالم غانم وتسلم لي على الاستاذ كلش هوايه. يوصل، يلا اودعناك. انا دا افكر نسوي مجاهد اشواق. لا ظلي انت بس مرين، كنت يما رام وخلاص بالشقه الطاقه. تتجسسين علي اشواق؟ لا طبعا، بس انا بالصدفه شفت مرام وتبعتها بالسياره وشفتك انت اللي تنتظري بالشقه. عادي، يحبني واني احبه، والمفروض انه انا ما ابقى اتختل من صديقتي اللي هي المفروض ستر وغطى علي. بس هذا الشيء غلط. شنو الغلط؟ اذا مرته الدكتوره عرفت ما راح يتاذى الرجال؟ يابا خلي تعرف، يعني شو تسوي؟ راح تقطع عني المي والهواء؟ وبعدين هي من وين تعرف اذا مو من عندك؟ تتوقعين انا اسويها قمر؟ انت اللي تسويها. جئتي وحده تغارين من عندي من زمان، واني حاسه عليك من زمان انك حاطه عينك على مرام. اني؟ لا تزعلين مني، بس هي هاي حقيقتك. ها، ومو بس هيك، انت وحده حسوده. اشكرك حبيبتي. سمعي، انا اطلع براحتي وافوت براحتي. ها، واحتمال همين اني ومرام نجي هنا على البيت. افتهمتك، يعني تقولي لي شوفي ليش مكان ثاني. انا ما حكيت ولا كلمه، بس انت ما شاء الله صايره كلش ذكيه، تقطيها على الطاير. صار تأمريني امر قمر. الو غياث، الحق لي بسرعه راح اموت. غياث منتظرتك، تعالي على السريع. غياث حموت. خل اشوف بلا شنو راح يسوي. اذا ما خبالتك بحبي ما طلعني سله. مرام أنا مو بس أحبه، مرام كل حياتي. الله يحفظه إن شاء الله. بس العفو، هو راح يشتغل وياك بالتجارة مثلاً؟ أكيد أتمنى هالشيء، بس بالنهاية القرار قراره. لا 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 لا، هو أساساً مهندس ويقدر يفتح معرض مال سيارات أو محل تصليح سيارات، ترى هاي الشغلة كلش مربحة. بالفعل هي فكرة حلوة يعني، بس مثل ما قلت لك الأمر متروك إله. أكيد طبعاً. العفو، هذا غياث. ألو، هلو غياث، شلون؟ غياث، إيش بيها سلة؟ إيش بيها سلة؟ ما أعرف، يقول متخربطة، أنا لازم أروح. يلا ألحقك، ألحقك بسيارتي. لا 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 لا، أترك سيارتي، إيش تعوي يعني؟ سيلا، شكو؟ ايش بيش حبيبتي؟ شنو اللي صار؟ شكو هاي شو جابكم؟ مو انتم مخابره على غياث وقالت له متخربطه، بيش يا حبيبتي؟ اي صح، انا دقيت على غياث، انتم من قالكم تجون اصلا؟ سيلا، شنو اللي صار؟ سيلا؟ على الاقل قول ها حبيبتي شنو اللي صاير؟ ماكو شي عيني، بس ردت اختبر حبك وخبالك علي، وانت بكل برود رحت مخابر على بابا. يعني احنا اسفين، هي قصدها رادت تشوف لهفتك عليها، قلبك عليها يكون. ليش خبرت ابو سيلا؟ يا معودة انا شو معرفني؟ طبعا شو معرفك، انت اساسا ما تفهم بالحب. يا جماعة طول بالك شوية، انت تعرف هي طفلة ومدللة شوية، يا جماعة لا تخلون بخاطركم رجاءا. انا اشوفها صراحة ما غلطانة، هي رادت تختبر حبها ومعزتها بقلبك. والله خفت أنا، عبالي صار بيها شيء. لا لا لا، ماكو شيء إن شاء الله. يا جماعة بهالمناسبة إحنا بعد جينا ناي، خلونا نقعد ونتفاهم على موضوع الخطوبة والأمور كلها تمام إن شاء الله، كنا بخير إن شاء الله. استريحوا عيوني، استريحوا.
وين راح تروحين؟ يم صديقتي. بس تراني ما حكيت شي زعل. ومنو قال لك اني زعلانه؟ ها لازم اتفقتي ويا حامد. لا بس اكتشفت حامد ارحمه هواي من غيره من رخصتك. الله وياك درب السلامه. ما اعرف انت شبيك ياسر. انت تعرف ايش قد انا احبك واحترمك واقدرك. وانا على اساس اكرهك مثلا؟ هسه غير احكي لي صاير من الاخير. نسرين، نسرين دا تودي كلام الملاك وكلام كلش مصح علي، وهالشيء دا ياثر على علاقتي بيها. بالعكس نسرين ما تودي اخبار الملاك، نسرين تطمطم اخبار الملاك. طمطم؟ ليش وانا شو مسوي حتى تطمطم؟ انت تعرف شو مسوي. رجاء لا تدخلني لا انا ولا نسرين، هذا الشيء ما يخصنا. لا احكي، قول لي انا شو مسوي. شوف مرام، انت جاي تتصرف غلط ويا الناس اللي تحبك. اولا جاي تتصرف غلط ويا زوجتك اللي تحبك، ثانيا ويا اصدقائك اللي يحترموك. احكي اللي بقلبك علي. احكي لعلمك، احنا نعرف بدها تلتقي بقمر وملاك تعرف هذا الشيء. اصلا ملاك جايتها رساله من شخص مجهول وسال نسرين ناكره، قالت لها استاذ مرام يوميه عندنا. صدقني ترى هذا الشخص المجهول هو نسرين، وبعدين انا ما رايح القمر. لا تشذب، لكان شفت الفيديو بعيني. شفت الفيديو بعينك؟ يعني نسرين اللي مصوره؟ اي بس ما ودت الملاك مثل ما تتصور. ما اعرف شو اقول لك، بس مع الاسف، مع الاسف عليك، من اليوم لا اريدك ولا اريد اشوفك بعد. بعد احسن. مساء الخير، الف الف مبروك العرسان، خطوبة سعيدة، الف مبروك العائلتين.
تختلف البداية بس النهاية وحدة. أي شيء تحبه بالكون بالتالي راح تفقده، يعني نهاية هفراق مهما تطول المدة. ترى الدنيا مواقف فينا محفورة، واكو بعض البشر يضحك فقط صورة. بسبب الفراق كم مراية مكسورة، من البين مناية روحها مقهورة. هي الحياة زمن العشاق يتعب اللي يشتاق حبه مو يمه. هي الحياة بها حب ما دام، بها يبنى احلام وانهدم حلمه. القدر من القلوب ما يقدر يطلعنا، حتى إذا رحنا بعيد والدنيا ما جمعتنا. ما ينتهي هذا الحب بعيوننا وداخلنا، يروح بعيد عنا ونبقى ننتظره. ولا